شايف ولاد سعاد حلوين ازاي؟ انا عارفه انت فسخت خطوبتك عليها ليه؟ اتجوزت ابن خالتها ومهنياه وخلفت له 3 عيال. خليك انت عدل كده زي قرد قطع. ما هو طالع لي انا برضو ما كنتش عايز اتجوز. ايه؟ انما يوم ما اتجوزتك بقى يا وش الساعه اختاروني في البوليس السياسي. كان اسمه القلم المخصوص.